طيب السلام عليكم ورحمة الله. طيب صراحة أنا كنت اشتغلت يعني دراسة بحثية دراسة لنيلي درجة الدكتوراه، فأنا كنت داير الدراسة الأساسية كانت حول الـ personalized medicine، وحاولت أخذ دواء الورفرين بتاع السيولة كـ example to introduce أو كـ نقطة انطلاقة لـ introduction of personalized medicine in Sudan. حمل لكم definition بسيط، هو treating the patient according to their genetic materials. طبعاً نحن زي ما عارفين التنوع شيء أساسي في الإنسان، لذلك بتأتي أهمية الـ personalized medicine. وطبعاً هو قد يكون شيء حالم، لكن أنا كنت في كوريا وحضرت طفولة حلم تيد اكس خرطوم مع أنور، وهو في النهاية نحن شفنا الطفل كبر والحقيقة والحلم يتحقق، فبرضو نحن برضو في يوم من الأيام ممكن نحقق الـ personalized medicine في السودان. لكن صراحة كلامي الأساسي ما هيكون حول الدراسة اللي أنا عملتها، لكن هتكلم حول مشكلة حقيقية واجهتني أثناء ما أنا بعمل دراستي، وهي حقيقة مشكلة ممكن تواجه أي سوداني لكن بنظرة مختلفة. أنا المشكلة دي واجهتني، المشكلة هي حقيقة هي التنوع الثقافي والتنوع القبلي في السودان. المشكلة دي أنا مثلا أنا هتكلم عنها مثلا لأنه واجهتني أنا كباحث في دراستي من ناحية مثلا statistical، لكن المشكلة دي ممكن تواجه أي زول لكن بنظرة مختلفة. فحقيقة أنا في نقطة معينة بس داير أتكلم عنها، هو الـ Human Genome Project. هو بروجكت كبير ساعدت في الـ introduction of personalized medicine. فهو الـ Human Genome Project أصلاً بروجكت كبير، هو يعني عمله sequencing للـ Home Genome of Human. يعني جابوا الـ DNA عملوا sequencing، والهدف الأساسي إنهم يعرفوا يعني يتعرفوا على all يعني كل الجينات واللوكيشنز بتاع الجينز، على أساس إنه يساعد في الدراسات الطبية ويساعد في الـ personalized medicine. دي كانت انطلقت 2003، لكن لغاية 2005 هو عملوا sequencing تقريبا و all known genes now is known، يعني their location is known. فالنتيجة الأساسية بعد ما عملوا sequencing لل whole genome لقوا إنه يعني all humans genetically are identical but between individual there may be 1% of difference. الحاجة الثانية اللي أنا داير أركز عليها في حاجة اسمها single nucleotide polymorphism. يعني حاسس إن إحنا لو أخذنا هنا يعني دل sequencing أو الشكل اللي بياخده الـ DNA بيتكون من units، بنلقى إنه يعني لو أخذنا two individuals the sequence بيكون same، لكن ممكن يكون اختلاف في single base. الاختلاف في السنجل بيز بين التو انديفيديوالز احنا بنقول عليه سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم، ودي بيستخدموها في البيرسوناليزد ميديسين ودراسه الفاريشن ان هيومنز. انا زي ما قلت لكم الهدف الاساسي لدراستي كانت يوزنج انديفيديوال جينيتك انفورميشن تو سيلكت تارجت دراج ويز رايت دوز ات رايت تايم، وحاولت اخذ زي ما قلت لكم الورفرين تريتمنت يوزنج، يعني حاولت الورفرين قد يكون معظمكم بيعرفوا يعني، لكن ده ما الشيء الاساسي. انا جيت السودان وجمعت العينات وعملت اكستراكشن للدي ان اي ومشيت عشان اشتغل، لكن احنا زي ما دائما بنعمل انتروديوس للسودان it is one of the most diverse population in the world.
فالشغل زي ده بيتطلب انه البوبوليشن اللي انت بتشتغل فوقه المفروض يكون هوموجينوس او متجانس. لكن السؤال اساسي زي ما احنا عارفين وشايفين ان احنا يعني عندنا ما شاء الله قبائل مختلفه، عندنا النوبه في الشمال والشوايق اللي بيشلوخ من غير شلوخ، عندنا المهم زي ما انتم عارفين التنوع القبلي او الثقافي الواضح بالنسبه لنا. فان احنا كان لازم نجاوب انه are we genetically one population or not. فان احنا كنا لازم نعرف، لانه ان احنا لو فعلا different populations ان احنا المفروض اي شغل المفروض نشتغله فيه population براهو. يعني مثلا الشوائق لو الجينيتيك اللي بيتميزوا عن الجعليين ولا اي حاجه، مفروض الجينيتيك اناليسيس زي ده مفروض نشتغل في اي بوبليشن براهم. فان احنا او يعني المشكله كانت واجهين انه انا لازم اثبت انه العينات اللي انا جبتها من ديفرنت بوبليشن، طبعا انا شلت عينات من يعني بيمثلوا كل تقريبا كل المجتمع السوداني، يعني 200 مريض بتاعته الورفرين و200 ولا 250 هلسي من طلاب الجامعات. فان احنا اشتغلت شغل على اساس اشوف انه هل ان احنا جينيتيكلي وان بوبليشن اور نوت، اور اف وي ار ا ديفرنت بوبليشن، على اساس اشتغل الشغل حسب الاستراتيفيكيشن. صراحه النتائج اللي انا اتحصلت عليها كانت مذهله وحاولت يعني اشارككم بها. فهنا الفيجر ده يعني قد يكون ما مألوف لكل الناس لكن شكله بسيط. هنا انا كان عندي عينات من القبائل المعروفه هنا دي، فهو السوفت وير ده او البروجرام هو اصلا اسمه استراكشر بروجرام، وهو يعني سوفت وير جديد اصلا يعني من 2003 واللي جاي يعني، لكن اصلا هو تو ديتكت بوبوليشن stratification. يعني الجهاز ده نحن بندخل فيه all genetic data، بندخله فيه السوفت ويرز ده وبنفترض له انه البوبليشن حقنا ده ما واحد، ممكن يكون يعني مثلا نقول له خمسة او اثنين. فالبوبليشن لو جينيتيكالي فعلا ممكن يعمل له stratification لاكثر من واحد فبيحصل clustering. لكن هنا احنا زي ما بنشوف يعني لما دخلنا all genetic data all population او كل الترايبس حصل لها كلسترنج زي ما انتم شايفين هنا في نقطه واضحه اللي هو وضح انه البوبليشن حقي بوبليشن يعني واحد. فما كده يعني انا طبعا من الاستفاده من الهيومن جينوم بروجكت، طبعا في الهيومن جينوم بروجكت في ريفرنس بوبليشن يعني في قبائل نيجيريه، يعني الداتا حق قبائل نيجيريه، قبائل من كينيا، قبائل بتاع افريكان امريكان، قبائل او اوروبيه يابانيه او اي حاجه كده. فدائما انا يعني مثلا حاولت اخبط مثلا قبائل افريقيه وبدخل معاه البوبليشن حقي السوداني، فالنتيجه المذهله انه القبائل الافريقيه يعني مثلا النيجيريا او الكينيا كان بيحصل له سيبريشن از وان بوبليشن، وفي نفس الوقت كل القبائل السودانيه كان بيتجمع لي برضه في كلستر واحد برضه بوضح انه وان بوبليشن. وده برضه هنا في بصوره ثانيه يعني عملنا نفس الاناليسيس لكن بصوره ثانيه يوزنج ذا سيم جينيتيك داتا، ده البرنسبل كومبوننت اناليسيس. هنا تقريبا القبائل المختلفه هنا الاخضر والبني في تحت ديل كانوا بيمثلوا القبائل الافريقيه، قبائل من كينيا، قبائل من نيجيريا، الماجنتا كلر في النص ده يعني قبائل قوقازيين او اوروبيين، الاسود هنا اسيويين، الاحمر والبلو هنا كان بيمثل لي السودانيين الكنترول والهلسي. وزي ما شايفين also separated as one population. برضو هنا يعني حاولت اشتغل في القبائل برضو براها لكن برضو كان صعب انه يحصل separation بين اي قبيله او اخرى according to their genetic data. فنرجع لصورتنا الأساسية والتنوع السوداني الشايفينه. طبعا زي ما أنتم عارفين أي بحث علمي يعني في الدنيا قد يكون له limitation حقه
لكن النتائج دي كانت مقنعة بالنسبة لي أنا وكانت مقنعة بالنسبة لي البروفيسورز حقي الكوريين. وفي النهاية على حسب النتيجة دي أنا بكل صيغة ممكن أقول نعم نحن شمالي شرقاوي غرباوي عرب نوبة كلنا سودانيين وجينيا سواء وبس. شكرا لكم.